السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا أجمل باشمهندسين؟ هنغسل النهاردة الرسمة دي مع بعض واحدة واحدة. رسمة بسيطة جدا ما فيهاش حاجة، هو كنا في حوار الكتر المجهول ده اللي مدوخ ناس كتير لكنه سهل وهنجيبه جدا دلوقتي إن شاء الله. الأول فيه بس ملحوظة، أنا هنا الأبعاد عندي بالسنتيمتر، في ناس بتلاقي الأبعاد عندها بالمليمتر، اللي هو مثلا بدل 12 120. يعني أنت الموضوع بسيط، لو عندك مثلا التمانية دي هتلاقي عندك 80، تعرف إن أنت الأبعاد بتاعتك بالملي إيه؟ متر. أنا ماشي أشرب بالسنتيمتر، يعني انا 12 هفتح 12، انت هتفتح 120 من نفس كل حاجه، الدنيا بسيطه خلاص. فانت اشتغل معايا بعدك عادي جدا يعني، بس بالمجن انت. طيب جميل، اول حاجه احنا اتفقنا اي رسمه ممسات في الدنيا بنبتدي نرسم فيها، بنبتدي نرسم المحاور، اللي هو المحور ده محور ده محور ده محور دي، محاور رأسيه وافقيه، لو قابلناهم بنقدر نحدد مراكز الدوائر والاساس اللي هيشتغل عليه، ونقدر ساعتها ايه نرسم شغلنا. طيب تعالى معانا اول محور، المحور ده كده محور اللي هو الراسي ده كده هنا كده، وجاكم مثلا هنرسمكم المنطقة دي كده. وفوق هنا في محور تاني، في نقطة اهي محور أفقي كده، تعالى نعمله. تمام ماشي، احنا هنرحل المحور ده شوية هنا كده عشان خاطر ايه يبقى معانا سبيس هنا، معلش. تمام، بعد ما عملنا المحور ده ومحور الغرف كده، هنعمل المحور التاني اللي هو على بعد 40 او 4 من هنا كده، 4 من اول هنا كده لحد هنا، يبقى في محور هينزل هنا كده على بعد 4، يبقى انا هقسم 4 على الخط بتاع الرئيسي كده، واجي اعمل ايه محور كده. تمام، هو المحور كان في المنطقة دي، ملوش لازمة ان انا اخش هنا، انا بتكلم عن المحور ده كده. طب انت عندك في محور راس اهوت على بعد كام؟ 120 او 12 سنتي، 120 ملي او 12 سنتي. طيب ادي 120 ملي او 12 سنتي زي ما انا قلت لك، نعمل المحور بتاعه. بعد كده عندك في محور تاني على زاوية 10 من ده كده، يا تعمله بالمنالة يا تحاول تقربه من المثلث، بس عادي يعني معانا المنالة هتعمله. انت لو معكش المنالة قربه من المثلث، او خد نقطة بس كده وخلاص ومد ده، مش قصة يعني. فليكن مثلا انا ايه اروح جاي ايه جنب دي 90، انا عايز زاوية 10، يبقى هنا كده هي. طيب جميل، عندك في زوايا تانية عندك هنا السنتر لاين ده كارف، سيبك كده، احنا خلصنا ايه السناتر بتاعتنا. تعالى بقى نبدا نرسم، احنا دلوقتي عايزين ان كل الدوائر بتاعتنا مش كامله وفيها مشاكل، فالافضل ان احنا نبتدي من الدايره دي، ان الدايره دي نص قطرها كام؟ 5. بس يبقى نبتدي من الدايره دي وبعدها نبدا نتفرع من الدوائر دي كده، خلاص. طيب جميل، تعالى بقى كده نبدا من الدايره دي، الدايره دي انا قطرها 25، هنفتح هنا نص 25. بعد كده احنا عايزين نعمل قوس، القوس ده كده القوس ده كده، القوس ده بنسميه دولت قوس منحنى معكوس، ادي منحنى وعكسه تاني هو هنا، فلازم ان احنا نجيب له الخط بتاعه، واحنا هنعمل ايه منحنى معكوس، اللي هو لو جيت وصلت بدايه الدايره دي من هنا، ولو الدايره دي لو السنتر ده مثلا كان معاك حد اخر هنا كده، يبقى في نقطه هنا ونقطه هنا، لو وصلتهم ببعض كده يتمحور عليهم ايه القوسين المعكوسين دولت كده. فانا محتاج ان انا اعمل الخط ده الاول. طيب هو جه قال لك هنا من اول هنا كده لحد هنا كام؟ قال لك 120 ومعاك 40 فوقهم. طيب يبقى انا هاجي على الخط ده من فوق كده، قال لك اول حاجه في 40 فوق، بعد كده قال لك في 120، ثواني بقى كده يعني هنا كده خلاص. تمام، يبقى انا المفروض ان انا اعمل خط من هنا لهنا، يعني اوصل بدايه الدايره دي كده هنا كده للخط ده كده، بس كده. والخط ده هعمل عليه المنحنى القوس المعكوس ده اهو، والقوس التاني اخوه هنا ده كده. تمام، طيب جميل جدا، تعالى بقى احنا نعمل ايه القوس ده، القوس ده قال لك على بعد 80،
او 8. ما انت لو لاحظت ان لو قعدت تلف بالقوس لحد هنا هتلاقي كام؟ 8 من هنا، يعني 80. يعني انا عايز اجيب بقى، عايز اجيب النقطه دي تجيبها ازاي؟ مش دول ال 80، دول ال 80 كده ومعاك 25 فوق، تبقى تفتح البرجر بتاعك، افتح البرجر بتاعك 80 خلاص، وارتكس في النقطه دي وخلاص. هفتح البرجر بتاعي مش دول ال 80 كده، اما افتح البرجر بتاعي، هفتح البرجر بتاعي 80 اهو، وارتكس في النقطه دي كده، واعمل ايه؟ علامه هنا كده. جبت انا كده العلامه دي، يعني انت فاهم ان انا فتحت 80، لان انت لو وفيت بال 80 دي لحد هنا هتجي من هنا لحد هنا 80، فانا فتحت البرجر بتاع 80 وجبت النقطه دي خلاص. بعد كده تروح جاي ركز في النقطه دي وعامل النص قوس بتاعك اهو كده بالمنظر ده كده خلاص، يبقى انت عملت النص قوس ده. بعد كده انت هتستخدم القوس الصغير ده، فعشان بقى اجيب مركز هنا، مركز القوس ده كده او مركز القوس هنا ده كده، محتاج ان انا اوصل النقطتين ببعض، النقطه اللي إن انا عملت معاها القوس بتاعي الاولاني مع نقطه الانقلاب ان بدا المرحله ينقلب فيها عشان يعمل القوس الثاني. لو وصلتهم ببعض ومددتهم هيدوك مركز القوس ان هو مش معجون معاك. انا مثلا كده وصلتهم كده، ادوني هنا نقطه، النقطه دي هي نقطه القوس ان انا ايه مش معجون عندي ده. فابدا بقى ايه اقفل البرجر بتاعي كده، تقص في النقطه هنا كده، واروح جاي لف ايه القوس بتاعي، كاميرا شغاله او شغاله ايه ايه، عامل ايه القوس بتاعي كده تمام. ارفع الكاميرا شويه، طيب جميل جدا كده. اصبح ان انا عندي دايره هنا اهي، ودي دايره صغيره اللي هي نصف قطرها كام؟ 25. تعالى نعمل بس الدايره دي كده، عندك نصف قطرها 25، ادي 25 الجمال، تعملها هنا ايه دايره، دايره فين؟ تمام كذا هنا، خد ترابك عشان نمسح بس منها جزئيه كده. طيب دلوقتي انت عايز تعمل المماس ده، المماس ده مماس خارجي، خارجي بين الدايره دي والدايره دي. فاحنا اتفقنا ان في المسك الخارجي الاول هشوف بادئ منها دايره، بادئ من الدايره اللي نص قطرها 25، وناها عند الدايره اللي هو نص قطرها انا لسه مطلعها. تعالى كده نشوف كام كده الاول، هنجاوب 36 بالظبط، نص قطر الدايره كام؟ 36. اسبوع مسطره عادي، شوفوا كام. تمام، انت عند نص الدايره نص قطرها 36، فانا قلت لك تعمل ايه؟ تجيب نص قطر الدايره اللي بتبقى عندها مماس، وعارفين ان احنا سميناه خارجي لان انا لو وصلت السنتر بتاع الدايرتين بعد هلاقيه باصص للخارج، وشه باصص للخارج، فسميناه خارجي. طيب اروح جاي جايب ال 36 بتوع نصف قطر الدايره اللي انت عندها، وهطرحهم من نصف قطر المماس. جيت طرحت، ما انا قايل لك انا جيت طرحت في شرح المماسات 15 جوه 150، يعني و 150 هنا تمام. تمام كده كويس. بعد كده انا هقوم جاي اعمل ايه؟ اشوف ده الناتج بتاعي كام؟ الناتج ده 125، وهنا هيبقى 20 114. هاخد الرقمين اللي طلعوا لي دولت وافتح اول حاجه 114 اهو، بعد فتحت 114 هتيجي تفتح 125، تمام. بعد ما فتحت 125 كده انا جبت نقطة ايه هنا كده، عايز اشوف بقى المس هيبتدي من هنا وينتهي فين هنا. قلت لك هتوصل المركز من مركز واعمل خط خارجي، فبالتالي عرفت ان المس هيبتدي منين، من هنا كده لف كده. طيب جميل، عايز اشوف بقى هيبتدي فين هنا وينتهي فين، اوثق برضه مركز من مركز كده يعني. قوم جاي واخد مادة ايه؟ القوس مبارك كده، انا عرفت البداية والنهاية. وجاي انت فاتح البرج بتاعك الفتحة الجميلة، وركز هنا كده ايه؟ موصلهم الاتنين ببعض.
يا ابني ما تزهنيش يا ابني. وكده احنا عملنا ايه المماس بتاعنا، تمام. طبعا انت عندك دماغ مسوحة، ما فيش حاجة هنا بنمسح دي، مش قصة يعني. طيب بعد كده انت عندك هنا دي كانت دايرة كاملة، ودي كانت دايرة. لو لاحظت ان في مماس هنا، مماس خارجي داخلي، يعني مماس مسسة من خارج هنا ومسسة من الداخل هنا. فالمماس ده هنجمع مرة وهنطرح مرة، الداخلي هنجمعه والخارجي ده هنطرحه. طيب اجيب انا نصف القطر بتاع 25 ده الاول اهو، 25 اهو، تمام، هو ده. واجيب نصف قطر الدايره التانيه برضو 25، واروح جاي مره هجمع ومره هقطع. هقوم جاي ده دان خارجي، يبقى خلاص، يبقى دان هجمعه هتروح اقصد من الكام، من 120، بيقول لك ار 112 يعني 120. نفس الكلام هجيب ده الداخلي، ده داخلي عشان هو بس متداخل من هنا كده، الوش بتاعه داخل هنا كده اهو، خلاص يبقى هجمعه مع 120. هنا هتديك 145، وهنا هتديك 95، معاه رقمين هاخدهم. هفتح الأول 145 اهو، واروح جاي 145 جاتلي من جمع جوه هنا كده، اجي اعمل ايه هنا كده. اوه طيب، هي دلوقتي هي جت بره خالص، مضطر ارفع الكاميرا فوق حتى، مش هتيجي اصلا. تمام، المهم ان انا هرتكز هنا في الدايره دي، واقوم جاي اعمل كوس بره على المكتب بتاعي، تمام. وبعد كده هروح جاي فاتح ال 95 بتوعي، خمسة وتسعين، تمام. وراح جاي راكز في الدايرة دي هنا كده، تمام، واعمل قوس ايه خارج المكتب بتاعي هنا كده، خلاص هنا كده. تعال نشوف القوس التاني كده اللي انا كنت عامله، الكبير اللي انا كنت عامله ده، ارجع له تاني عشان امده تاني عشان يخبط في ده، واروح جاي بالقوس ده جاي في نفس خبط في ده في النقطة دي كده، خلاص. هروح جاي النقطة اللي هو خبط فيها دي وصلها برضه بالسنتر هنا كده، هيجيب نقطة البداية، هلاقيها اتقطعت هنا كده، يبقى نقطة البداية بتاعت المنحنى. نفس الكلام وصلها في الخارج هنا ده كده عشان يديني نقطة النهاية، ويديني النهاية في الخارج هنا كده. يبقى المماس بتاعي راح ارتكز بقى انا في النقطة دي، وافتح لحد ما تخبط هنا كده، كده. واروح جاي اعمل ايه المميز بتاعي، تمام. بعد كده تبدأ انت بقى ايه، نمسح بقى الزيادات. نبدأ نمسح الزيادات دي كده كده، خلاص بالشكل ده. خلاص بقى انت عندك انت هنا ايه الخط ده مع الدايرة دي، استنى هيبقى أكبر كتير. بعد كده بقى احنا محتاجين نجيب سنتر الدايرة دي. هو جاي قال لك بعد من هنا لهنا كان بيقول لك 15 سنتي، يعني 150 مللي، يعني مش هتفرق كتير، تمام. فأنا رحت جاي نازل 150 دي، تروح انت جاي عامل ايه، رايح فاتح البرجر بتاعك كده 150 زي ما هو بيقول لك كده الأول، تمام. تروح جاي عامل ايه مركز الدايرة بتاعتك، تلف كده خلاص. يبقى كده الدايرة اللي على المحور دي اهي، جبت لك السنتر بتاعها جاي 25. الدايرة ديت اللهم صل على حبيبك النبي قال لك هنا ان هي كام، 45، تمام. فالدايرة هنا قال لك ان هي 45 درجة، وقال لك هنا ان في مماس 25 درجة، تمام. فانا ال 25 دول هجمعهم مع 36 مرة واخد علامة هنا كده. ازاي؟ 36 انت هنا اهيت، 36 زائد 25 تديك 61. يبقى انا هفتح 61 الاول،
تمام 61، واروح جاي اركز فين؟ اركز هنا كده 61، تمام. بعد كده هاجي هنا بقى ايه، بعد ما خدت العلامه دي كده، سلام عليكم، بعد ما خدت العلامه دي عايز اجيب علامه كمان عشان اعمل الكيرف ده كده، تمام. طيب هقوم جاي من 45 برضه جمعها مع 25 هيدوك 70. وهركز في المركز ده كده وعمل علامة، بالتالي هيتقاطعوا معايا الاتنين في نقطة هنا كده، هيتقاطعوا معايا الاتنين في نقطة فين؟ هنا كده. هوصل النقطة دي في المركز عشان اجيب نقطة بداية المنحنى، نفس الكلام برضه هوصلها المركز هنا عشان اشوف ان هينتهي فين الكيرف بتاعي، تمام، هيجي هينتهي فين. فاروح بعد كده ركز في النقطة دي وعامل الكيرف بتاعي كما جايب الحتة دي، جاي ركز في وعامل الكيرف ايه بتاعي ده اللي هو ايه 25، تمام. بعد كده انا عايز اعمل بقى الدايرة دي كده، طب الدايرة دي انا 45، او من غير 45 ترتكس في النقطة دي وتعملها هنا كده، تقعد بقى تمسك النقطة دي كده ومنها وتطلع بقى تكمل كده، تمام. شوف بقى دي كانت دايرة كاملة بس على المكتب بتاعه، تمام. فدي انت تلفها دايرة كاملة، تمام كده. اصبح ان احنا دلوقتي خلصنا الشكل بتاعنا، مش ناقص انا مماس واحد بس، وهو مماس الخط مع الدايرة اللي انا لسه ناهيها دي هنا كده والدايرة اللي فوق دي. اتفقنا ان مماس الخط دي خطوات عمل معانا بنعملها، اول حاجة بتجيب الدايرة الكبيرة دي ان هو نصف قطرها 45، تروح تجيب الدايرة اللي نصف قطرها 25 دي تطرحهم من بعض الاتنين لما تطلع 45، من 25 تديك 20. فروح جاي فاتح البركر بتاعي دايرة نصف قطرها 20، وراح اعتكس في الدايرة الكبيرة واعمل دايرة ايه نصف قطرها 20، تمام. دي خطوات العمل بتاعت ايه، خط بين دايرتين، مسس دايرتين يعني. بعد ما عملت الدايرة دي، خلي فكرة الدايرة دي كده احنا عملناها، نروح جايين شايفين المسافة بين الدايرتين دولت كام كده، طلعت 150 بالظبط، 150 على نصها 75، نصها 75 يعني هنا كده، وتروح جاي راكز فيها، راكز في المنتصف بالظبط ما بينهم كده على المحور بتاعهم، وتروح جاي عامل دايرة تمسهم الاتنين، دايرة كده كبيرة تمسهم ايه الاتنين، تمام. وماذا بعد؟ هتلاقي ان الدايرة الكبيرة تقاطعت مع الدايرة اللي انا لسه عاملها فرق الدايرتين هنا كده، تمام. تروح انت جاي، تروح انت جاي موصل التقاطع ده بالمركز، بالتالي هيمد لك خط بره، فالخط ده تعرف هو بدايه المماس الخط بتاعك اللي انا هيطلع ده كده. طيب نهايته فين هنا بقى؟ تنقل الخط ده، يعني انا عايز خط، تروح جاي انت ماسك الخط ده كده نقله كده، نقل الخط ده هنا كده خط موازي ليه. طب نقله ازاي؟ تجيب مثلث، ثبت مثلث كده، جاي ايه؟ تحرك كده 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 كده، جاي اعمل ايه؟ خط كده بره كده، انت عملت مماس ايه؟ خط، وتروح موصل النقطه دي بالنقطه دي، وكل خطوات العمل دي تسيبها بس بخط خفيف كده. الرسمه بتاعتنا خلصت، اتمنى اكون قدرت افيدكم، واي حد استفاد ما ينساش يدعمني بكومنت ونجاح جميل منك. لو عندك اي رسمه عايزني ارسمها ابعتها وانا هدفع بلاي ليست، وينضم في جروب الواتساب اللي تحت وجروب الفيسبوك. في الفتره الجايه هننزل حاجات كتير قوي هحاول افيدك ان شاء الله.